ولكن بنفس الوقت اليوم كان في تصريحات أتيامنا يعني من جانب اليونيفيل أيضا تتحدث عن أن قدراتكم باتت محدودة جدا نظرا إلى استهداف مواقعكم وآلياتكم. ما هو الهدف الآن من البقاء بالجنوب؟ هل ما زال يمكنكم تأدية عملكم؟ بإمكاننا أداء مهامنا حسب قدراتنا، ولكن الأهم الآن نكون في الجنوب أكثر من أي وقت سبق. وعلى الرغم من عملياتنا كانت محدودة فيما يخص توفير قدرات نشاطات المراقبة عبر ما نستطيع أن نحققه في مواقعنا وعبر راداراتنا، ولكن مهم أن نتواجد هناك لتوفير المساعدة للمجتمعات المحلية، كما يجب أن نكون هناك حتى لليوم التالي ما بعد الحرب. القرار 1701 يبقى هو الإطار الأساسي حتى خلال المفاوضات الحالية، فالمهم أن نكون متواجدين وأن يكون هناك تواجد دولي في جنوب لبنان. دعنا نفكر، تخيلنا جنوب لبنان بدون وجود أحد، فالمهم أن نكون هناك والمهم أن نوفر الدعم أيضا. طيب، تتحدث حضرتك عن 1701 طبعا الذي أنتم أيضا يعني موجودون هناك لمراقبة تطبيقه، ولكن فعليا اليوم في حديث سياسي عن إمكانية إدخال تعديلات أو ربما إضافات على هذا القرار، هل ترون أن هناك حاجة لإدخال أي تعديلات إضافات تغييرات في هذا القرار لتسهيل عملكم في منطقة الجنوب؟ القرار 1701 بلا شك واجه تحديات كبيرة جدا في الأربعة أو الأشهر الماضية، ولكن الفقرات الأساسية تشمل الأمن والاستقرار والحلول الدائمية والدعم للجيش اللبناني كلها صالحة جدا، وكلا الطرفين أو البلدين لا يزالان يعملان على القرار 1701 على أنه الإطار الأساسي. إذا ما كانت هناك أي تعديل على مهامنا وإذا ما اتخذ القرار في هذه المفاوضات لأن يكون هناك عناصر مختلفة فهذا الأمر يعود إلى مجلس الأمن. نحن مستعدون لتقديم المساعدة للأطراف من دون أي اتفاق يوافق عليه الطرفان، ولكن مرة أخرى القرار 1701 يبقى هو الإطار الأساسي للتوصل إلى استقرار دائم في المنطقة.